لو الاخر غير صادق انا مش بعرف اتعامل معاه. لا، انا كل الناس اللي انا قابلتهم سواء قعدت معاهم او حتى في سلام او في تعبير، حسيت بالصدق، حسيت بعزة النفس، حسيت بالاحترام. فانا بكن للشعب السوداني كل الاحترام والتقدير والمعزة، وبتمنى من الله سبحانه وتعالى ان هو يبعد عننا كل حاجة وحشة. وان فعلا اللي انا عايزة اقوله ان لازم نعرف ان احنا لازم نبقى حاجة واحدة، ولازم نتحد، ولازم يبقى عندنا انتماء قوي جدا لأرضنا ولوطننا. بالمناسبة يا أخ سعيد حامد ليلى، قبل أن تزور السودان أجريت معها حوارا في عام 2005، سألتها عن موضوع أنه في عربية يطلق عليها ليلى، قالت لي والله في البداية أنا زعلت، لكن لما